منال العالم معاكم، موجودة حاليا في مطبخ مايلي في دبي، بنجهز لمهرجان دبي للمأكولات 2017. أنا حبيت اليوم أختار طبق كلنا بنحبه، موجود دائما على المائدة العربية، اللي هو طبق البسبوسة، ولكن اليوم حامله بنكهة إماراتية بالهيل وريحة الماء الورد وشراب ماء الورد، حيعطيكم تجربة كتير كتير رائعة. حضيف السميد، أنا عم بستعمل السميد الناعم، في جوز هند ناعم، والإضافة المميزة واللي بتعطيني النكهة الإماراتية اللي الكل بيحبها، الهيل الناعم، البيكنج باودر، السكر، بيضة، قليل من الفانيليا، زيت نباتي، حوالي ربع كوب من الجيمر. وهالمكونات مع بعض حطيتها في وعاء الخلاط. خليط البسبوسة هلأ أصبح عندي جاهز. اقترحت عليكم طريقة تقليه مميزة للبسبوسة، الجيمر بهذا الشكل، حوزع عليها شراب الورد. حاول أقسم خليط البسبوسة إلى جزئين، جزء هستعمله لتكوين القاعدة، مجرد أني هاخد قطعة من العجينة وأوزعها في داخل القوالب بهذا الشكل، أضغط على قطع العجينة وأبتدي هلأ أوزع عليها كمية بسيطة من القشطة بالورد. هاخد قطع من العجينة وغطي فيها القشطة بهذا الشكل، جاهزة إنها تدخل عندي الفرن. البسبوسة أصبحت عندي جاهزة وريحتها بتشهي. قليل من القشطة، في كاسة صغيرة شراب الورد، حوزع كمية من الفستق الحلبي. أرجو أنكم تكونوا موجودين في دبي وتستمتعوا بفعاليات مهرجان دبي للمأكولات في الفترة من 23 فبراير إلى 11 مارس، وحياكم الله.